السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان سلامي يتخذ قرارا مهما لتفادي الإصابات، وكيخوضوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي تدريبهم الجماعي في مدينة المحمدية، وذلك استعدادا للمباراة المقبلة على رأس يوسف يتبرشيد ومباراة نامونغو التنزاني في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية. وحسب مصادر مطلعة فقرار تغيير ملعب الوازيس جاب طلب من المدرب جمال السلامي، واللي عبر على قلقه من سوء أرضية مركب الرجاء اللي أصبحت كتهدد اللاعبين بالإصابات، خصوصا في ظل تهاطم الأمطار بغزارة في اليومين الأخيرين واللي أثرت بشكل كبير على أرضية ملعب التدريب، الأمر اللي خوف جمال السلامي من فقدان لاعبين آخرين. والفريق مقبل على مباراة مهمة هذا الشهر في ثلاث واجهات: البطولة الوطنية كأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية. الرجاء الرياضي يستعيد خدمات عبد الرحيم الشاكير ضد يوسفية برشيد، وفي تفاصيل الخبر غيستعد مدرب فريق الرجاء الرياضي جمال السلامي خدمات لاعب باريس مواجهة يوسفية برشيد نهاية هذا الأسبوع لحساب جولة 9 من البطولة الوطنية، وغينضم صفوف الفريق الأخضر مواجهة يوسفية برشيد المدافع عبد الرحيم الشاكير اللي غاب على المباراتين الأخيرتين للفريق الأخضر بعد الإصابة اللي كان تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو ضد الجيش الملكي، وبدا الفريق الأخضر استعداداته للمواجهة المذكورة أول أمس الخميس، إذا رفض مدرب الرجاء الرياضي منح لاعبيه يوم الراحة عقب المباراة اللي جمعتهم باتحاد سيدي قاسم مساء الأربعاء الماضي، واللي حسموها زملاء محمود بن حليم بهدفين دون رد، وتأهلوا لدور ربع نهائي كأس العرش اللي غيواجهوا فيه فريق الجيش الملكي بمدينة الرباط. طبيب الرجاء يحدد موعد عودة متولي لتشكيلة النسور، ومنح طبيب فريق الرجاء الرياضي الضوء الأخضر لمحسن متولي من أجل العودة المشاركة في مباراة الرجاء الرياضي بداية من مواجهة نامونغو التنزاني برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف المقرر إجراءه في 10 مارس الحالي، وغتكون المباراة ضد يوسفية برشيد المقرر إجراءها الأحد المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء، آخر مباراة كيغيب فيها العميد الرجاوي محسن متولي، علما أن مشاركته في المباراة الأولى بدور مجموعات كأس الكاف كتبقى رهينة بقرار جمال السلامي مدرب الفريق. وغاب متولي إلى مباراة الرجاء منذ إصابته في الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة المنستيري التونسي في ذهاب الدور المؤهل دور مجموعات كأس الكاف، وغاب بعدها على عدد من المباريات بسبب عدم قدرته على المشاركة في التدريب الجماعي للفريق الأخضر، وخضع متولي لفحصين بالأشعة الدقيقة أكدوا أنه مازال ما تعافاش كليا من الإصابة اللي كيعاني منها، الأمر اللي أخر مشاركته في مباراة الرجاء الأربعاء المقبل. الجرين بويز والألترا إيجلز يستفسرون مكتب الرجاء عن سياسة السلام، وعقدوا مسؤولين على فريق الرجاء الرياضي اجتماع مع ممثلين على فصيل الجرين بويز والألترا إيجلز المناصرين للفريق الأخضر، وقالت مصادر موثوقة أن الاجتماع المذكور ناقش مجموعة من النقاط اللي كتهم مصالح الفريق الأخضر خلال المنافسات الموسم الكروي الجاري، ومن بينها المشاكل المالية اللي كيعانيها واللي حل دون التزام إدارة الفريق بعد جزء مهم من المستحقات المالية للاعبين، وشدت المصادر نفسها على أن الاجتماع ناقش أيضا استراتيجية جمال السلامي مدرب الفريق وتشبثه بإجراء عملية تدوير داخل تشكيلة الفريق الرسمية، ونقلوا ممثلي الفصائل المساندة للرجاء دعمهم تام للمكتب المسير للفريق ككل للخروج من الأزمة المالية اللي كيعاني منها منذ سنوات، وبداوا استعدادهم لإيجاد حلول دعم سياسة مسؤوليه. فابريس نغوما يشكر جماهير الرجاء الرياضي على مساندتهم له، وفي تفاصيل الخبر تقدم الكونغولي فابريس نغوما لاعب فريق الرجاء الرياضي بالشكر الجزيل لجمهور الفريق على خلفية المساندة والتشجيع اللي قدموا ليه بعد مواجهة فريق اتحاد سيدي قاسم بالمركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء في دور ثم نهائي كأس العرش، ووجه اللاعب فابريس نغوما الشكر الكبير لكل أنصار الفريق الأخضر على خلفية مساندتهم ليه عقب مشاركته في مباراة اتحاد سيدي قاسم، وأكد اللاعب الكونغولي في تدوين عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه جيت سعيد بهذا الاهتمام وتهنئته على المستوى الإداري في المباراة المذكورة، وكتب في التغريدة ديالو بالحرف أشكر الجمهور الرجاوي على دعمه لي، شكرا لكم. وكان اللاعب الكونغولي راهين كرسي احتياط فريق الرجاء الرياضي لمدة طويلة قبل ما يشارك في المباراة اللي فازوا خلال النص القدر بهدفين دون مقابل على فريق اتحاد سيدي قاسم واللي أبلى فيها البلاء الحسن بعد تعويضه لأيوب ناناح. اخيرا الرجاء الرياضي يبدا اجراءات افتتاح اكاديميته بعد سنوات من الانتظار، وتسلم فريق الرجاء الرياضي التجهيزات الخاصه باكاديميته الرياضيه، وهي المرحله الاخيره اللي كان كينتظرها المكتب المسير للفريق قبل تدشينه واعلان افتتاحه رسميا، ووضح مصدر قريب من المكتب المسير ان هذا الاخير توصل بجزء كبير من التجهيزات ومنتظر باش يعقد اجتماع مع الشركه اللي شرفت على بناء الاكاديميه من اجل تسلمها منها وتحديد موعد الافتتاح رسميا. واستغرق بناء الاكاديميه لحصل على ارض الفريق الاخضر بعد التالق التاريخي في مونديال الانديه سنوات منذ 2013 باش تصبح جاهزه في الموسم الرياضي الحالي لفتح الابواب ديالها، وكان انتشار فيروس كورونا وغلق الحدود الجويه حال دون توصل الرجاء بالتجهيزات القديمه من ايطاليا قبل ما يتوصل بها اخيرا ويبدا اجراء تسلم اكاديميته بشكل رسمي.
بين مالونغولغيتا، ثالثا في ترتيب الهدافين الاجانب بالرجاء. وبات المهاجم الكونغولي بين مالونغولغيتا المحترف صفوف الرجاء الرياضي كيحتل المركز الثالث ضمن ترتيب الهدافين الاجانب عبر التاريخ في الفريق. وكتشير الارقام اللي نشرها الفريق الاخضر في صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتسجيل مالونغو حصيله هدفيه بلغت مجموعه 17 هدف منذ حمله قميص الرجاء الرياضي، الامر اللي جعله يحتل المركز الثالث سلم ترتيب الهدافين الاجانب بالنادي. وكاين فرد بالصداره اللاعب السنغالي محمد علي ديالو براسي 28 هدف، متبوع بلاعب افريقيا الوسطى فيفيان مابيدي بحصيله 19 هدف، متقدم بهدفين فقط على اللاعب الكونغولي بان مالونغولغيتا صاحب المركز الثالث، فيما كيحتل النيجيري كريستيان اوساغونا المركز الرابع براسي 14 هدف. زكريا الهبطي منذ سنتين وانا انتظر فرصتي في الرجاء. وأكد زكريا الهبطي لاعب فريق الرجاء الرياضي أن التأهل اللي حققه فريقه الأربعاء الماضي على حساب اتحاد سيدي قاسم ما كانش سهل، بالرغم من أن هذا الأخير كيلعب في القسم الوطني الهوات. وقال زكريا الهبطي في تصريح خاص ببرنامج الشوط الثالث على إذاعة أم أف أم، المباراة مشات بشكل جيد بالرغم من بعض الصعوبات، لكن الأهم تحقق هو التأهل دور ربع نهائي كأس العرش. ووضح الهبطي في نفس التصريح أن تألقه في المباراة المذكورة كان بفضل تركيزه الكامل على هذه المواجهة، وقال بالحرف انتظرت الفرصة ديالي منذ سنتين وملي تمنحات ليا ما يمكنش ليا نخيب الظن وكنت في الموعد. وزاد في ظل عدم استدعائي الدائم رفقة الفريق الأول كنت غنغير المشوار مع فريق آخر، لكن دائما كنت كنردد مع نفسي أنني من أبناء هذا النادي الكبير ومن الضروري أنني نحمل القميص ديالو في يوم من الأيام. وفي موضوع متصل تحدث زكريا الهبطي على علاقته مع محمد أولحاج وقال بالحرف محمد أولحاج من الناس القلائل اللي ساندوني ودائما ما كان كيقدم لي النصائح وزاد من الثقة ديالي في نفسي. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة. Oh,